نورمالمون كاين اون اوتر ايماج دو جور تاع اليوم اللي هي لارتيست الجيريان اسماعيل العساوي بالك تعرف تعرفوه بالك ما تعرفوش سو سو سون فري نو باسكو نعيطوا له صباطا في الميليو ولا في الميليو سينماتوغرافيك الى كالكو بروبليم دوك يهضر لكم عليهم محمد بونوغاز السلام عليكم دي زاد جيسبر راكم ملاح بون كاين واحد لارتيست ماهوش مليح اون سمومون اللي هو اسماعيل العيساوي بون تشوفوا لي ماش تعرفوا شكون ايه هادي شفناها الصباح جوستومون في كاع في لي ريزو سوسيو نوتامون سور سور انترنت واخا سور انفوي سبيسيو الجيري باش واحد يعني يكون بريسي في اسماعيل العيساوي اون سمومون راهو ا لا رو تشوف ليماج تاع كوميديان الجيريان اللي اون 2013 حوزوه من الدار صدر حوزوه من الدار وانا من قبل تهدرت معاه في 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 التليفون اي وي فو دير بلي باسكو كاين بزاف ناس يجيب لهم ربي بلي في ان فيلم ان تورناج انا انا كي شفت لا فوتو في فيسبوك بونسي سيتي سا عيطت له بون راهو راهو يبات فورغون اسماعيل عيساوي تشوفوا في لي زيماج هنايا هاوليك اسماعيل عيساوي باش تعرفوا اكثر. باسكو باللحيه هكذا كاين بزاف اسماعيل عيساوي معروف باسم زباطه. بون هنا لابس بافوق وتشو دونك ما نقدر ما نعرفهاش مليح. لي فاكونس تاع وي بارمي سي فيلم كاين لي فاكونس تاع لابرانتي وين وين لعب لابرانتي تاع لابرانتي. اه وي صحيح صحيح تورناو في كابري تور خلاص انا شافي انا نشوفه هنا يا وي اسماعيل عيساوي ني لو 18 جوي 68 دونك برواكيون اسماعيل عيساوي راه في بوفاريك عبد الله واش رايك انت يا في ارتيست كيما هذايا دو جور دو ميسي بروحو برا سي سي تريس سا فيدير بلي الحاله تاعو ماهيش مليحه هي على كل دابور كانسان نحنا ما نتمناولوش يكون دون لا رو قريت بزاف لي كومونتير اليوم في انترنت قال لك علاش فو انتريسي ا لوي و فو انتريسي با دوتر بيرسون بون على كل حال وي عندكم الحق هو شخصيه معروفه ايه ولكن هو مواطن معروف انا نهضروا عليه ما من باب نهضروا ثاني على لو ستاتيو تاع الارتيست والحاله تاع لي زارتيست اون الجيري ولي كوميديان و اون ميم طون نوجهوا نداء بالك للعائله الفنيه الجزائريه ولا للسلطات المحليه لوزاره الثقافه الى اخره كيفاش ما يقدروا يعاونوه Au moins toi pour dormir. Voilà, c'est-à-dire. 20 millions de dollars dans un film américain ou dans un film américain ou qui a dit qu'il y a des cas de bêche. Parce que dans le domaine artistique, il y a beaucoup de gens qui ont la balle et qui ont par exemple, Smaïl Essaoui, ou il dit qu'il y a une base B, une scène de base B. C'est le fait qu'il soit un acteur ou un artiste en général, ils ont des images de l'artiste, ils ont des drames. Donc, il y a plein d'artistes qui mettent la rahmé. Voilà. En tout cas, c'est un personnage très sympathique. وعلاش حنا تاني نهضروا لكم عليه في جزائر تي في باسكو في ان بو بارتي دو لا فامي اي نوتامون الى تورني باسكو لعب في لاسيري تاعنا دار بوب الى في ابارسيون في لاسيري دار بوب اللي جاست في رمضان في جزائر تي في اللي لعب فيها جميل غولي تاع جمال افريكا وايمان نوال الى اخره وهلا ايتي écrite par soyons pressés par Marwan Boudia Boureta Aynin, le collègue Tani. Donc voilà, c'est-à-dire que nous avons trouvé un peu de blé, c'est quelqu'un de très sympathique, de joyeux. Il y a des fois, les gens qui voient un peu, ils disent que c'est la base. Finalement, c'est malheureux. حنا نديرو كيما قلت نداء الناس اللي راهي تشوف فينا اللي تقدر تعاونو كسوا في الحكومه ولا في الميليو ارتستيك باش يعاونوا اسماعيل عيساوي راهو في حاله اون با ترو دو ديتاي على وعلاش راهو برا وعلاش انت هضرت معاه في التليفون قال لك بلي ولادو مرتو مع نسابو نسابو تسمى فوالا هو راهو العائله تشتت راجل وحده ان شاء الله تريق ان شاء الله ربي معاهم مع الناس كاع مالوغوز اوكازيون دو ديفوكي ان ارتيست مي معليش سا نو بيرمي اوسي دو نهضروا عليه يعطيك الصحه محمد بونوغاز